للحديث عن واقع المطارات في العراق والفساد الحاصل فيها معنا من اسطنبول الصحفي والباحث السياسي الدكتور نوري حمدان. دكتور نوري، بداية مرحبا بكم. لماذا وصل حال المطارات في العراق إلى هذا المستوى بحيث أصبحت الأسوأ على مستوى العالم بحسب تقارير دولية؟ شكرا جزيلا وتحياتي لكم ولجمهوركم الكريم. الحقيقة حال المطارات أو شأن المطارات هو شأن الخراب العام الذي يعني يحدث في العراق، والتشرذم والتراجع على مستوى المؤسسات الحكومية بسبب تحاصص المغانم وانتشار الفساد يعني تنصيب الغير الكفؤين المحسوبين على الأحزاب السياسية وفق محاصصتهم وتحاصصهم في توزيع كل هذه الدوائر. هذا جعل من حقيقة من المطار هو يعني حال مؤسسات الدولة مثل ما قلنا، ولكن المطار يبدو هنالك تركيز عليه أكثر لأنه إيراداته كبيرة وهو مهم بالنسبة للعراق وحتى للحصول على هذا النهب الذي يحدث من خلال إدارات هذا المطار. هاي كلها حقيقة تسبب تراجع وضعه، وهذا المؤشرات التي تذكر عالميا على تراجع الخطوط الجوية العراقية والمطارات في العراق كلها بسبب عدم القدرة إدارات هذه المؤسسات وفق الكفاءة المطلوبة بإدارة هذه المؤسسات. دكتور، يعني يا ترى ما هي المعايير التي تعتمدها السلطات لإدارة هذه المطارات؟ لابد من معايير للجودة في كل مؤسسة، في كل دائرة حكومية، حتى في المطارات لابد من معايير تتبعها الدولة الحكومة من أجل أن تخرج هذه المطارات التي تمثل واجهة هذا البلد للعالم، تخرج بأفضل صورة. ما هي المعايير التي تتبعها السلطات؟ نعم، الحقيقة أنه في كل المؤسسات الدولة بغض النظر عن مطار أو غير مطار هو أساس المعايير الحقيقية يعني الرئيسية خلينا نقول عليها، هي النزاهة والشفافية والكفاءة والحرص الوطني. هذا يفترض أنه يجسد في المعايير الحكومية بالنسبة للمنتسبين في المطارات العراقية، ناهيك عن معايير دولية. هناك معايير دولية ليست محلية فقط يعني عراقية على المطارات، لأنه تعلم أنه المطارات والخطوط الجوية تخضع إلى منظمات عالمية للطيران، فلذلك نشاهد أنه يتراجع مستوى المطارات على صعيد العالم والخطوط الجوية، وشاهدنا أكثر من مرة منع للخطوط الجوية العراقية لوصول لمطارات عالمية في أوروبا وغيرها. هذا سبب حقيقة يعني عدم إمكانية إدارات هذه المؤسسة إذا كان المطار أو الخطوط الجوية حاجة ومعايير المعايير الدولية في هذا المجال، ناهيك عن المعايير التي يفترض أن تتمثل في منتسبي هذه المؤسسات وهي النزاهة والحرص الوطني، لأنهم يمثلون الواجهة وكذلك يمثلون منفذ مهم للبلد من خلاله ممكن تدخل المخدرات وتهرب أموال العراق وإلى ما ذلك بكثير من القضايا. هناك نقاط كثيرة للضعف إن صح التعبير، وخصوصا في مفاصل الإدارة التي نخصها بموضوع المتابعة. كيف يمكن أن يسمح للميليشيات المتهمة وبالدليل بتهريب الأموال العملة الصعبة وتهريب المخدرات، كيف يمكن أن يسمح لها بأن تتسيد هذه المطارات وهي التي تتسلم وتتسلط عليها بحيث تفقدها أي مواصفات أو معايير دولية؟ الحقيقة يعني الآن أصبحت أغلب المؤسسات العراقية، المؤسسات الأمنية والمنافذ الحدودية، هي مخترقة من قبل ميليشيات، والميليشيات يعني تتصرف بهذه المؤسسات بشكل غير خاضع لإرادة الدولة، بالرغم من أنه يعني هو هنالك ملاحظات كثيرة على أداء الحكومة في هذه المنافذ أو في هذه المواقع الحكومية المهمة مقدمة تعرف المطارات.
بالرغم من يعني ملاحظات موجودة على أداء الحكومة، هم يتصرفون بإرادة غير إرادة الحكومة، والحكومة غير قادرة حقيقة على منعهم وغير قادرة على تحجيمهم. حتى قبل فترة أكيد يعني أنتم متابعين لهذا الشأن، الحرائق التي حدثت في مطار بغداد، وذهب رئيس الحكومة محمد الشاع السوداني إلى المطار وأمر بإعفاء مدير عام المطار وكذلك الخطوط الجوية ومدير الأمن، وانتهت القضية. والكثير يتحدث حتى منهم نواب في أعضاء مجلس النواب وصحفيين وناشطين يطالبون بإجراء تحقيقات واضحة لماذا تحترق هذه يعني هذا الموقع المهم بالدولة، مطار دولي، كيف يتم احتراقه لمرتين؟ وفي المرتين أو بالمرتين يعني أكدوا تأكيدات صدرت من أعضاء مجلس النواب وتسريبات من الحكومة تؤكد أن هذه الحرائق هي حرائق بفعل فاعل معتمدة، يعني مقصودة للتستر على ملفات فساد وما شابه. طيب هذا كله يحدث والحكومة اكتفوا بتغيير، ولا نعلم أي التغيير ماذا حدث ما بعد هذا التغيير، قد يكون أنه كرموا بمواقع أفضل. طيب دكتور، كيف يؤثر ذلك على الواقع، واقع الاستثمار في العراق أو الواقع السياحي، وخاصة أن المورد الوحيد للعراق هو معتمد على الاقتصاد الريعي؟ هذا الأمر الواجهة عندما تنهار المطارات، لا توجد معايير، ميليشيات متسيدة متسلطة متهمة بتهريب المخدرات عبر المنافذ، كل ذلك كيف يؤثر على الاستثمار وعلى السياحة؟ نعم، شوفوا حقيقة العراق اليوم لا يعني لا يصلح كبيئة للاستثمار ولا للسياحة، يعني إن كان حتى وإن كان المطار يعني يخضع مثل ما يقول الشروط الدولية، ولكن بشكل عام هو المؤسسات الدولة في عموم البلاد لا تتمكن من إدارة الملف الاستثماري ولا تتمكن من إدارة الملف السياحي، والمطار أصبح واجهة غير جاذبة حقيقة. يعني أغلب دول العالم اليوم نسمع عن يعني بروبرتاجات كبيرة يعلنون عن أنه المطار بحد ذاته يكون هو موقع سياحي، لأنه الناس تذهب إلى المطار تشهد ما فيه من تصميمات هندسية وكذلك إمكانيات وتقنيات وتكنولوجيا حديثة في المطارات، هذه كلها حقيقة غائبة في مطار بغداد ومطارات العراق بشكل عام. بالتالي هي مطاراتنا غير جاذبة أصلا، يعني المسافر الذي يصل إلى أي مطار من المطارات العراقية لا تعني له شيء غير محطة ينتقل من بها من مكان إلى آخر، بينما مطارات في العالم نشهد السواح والزائرين يلتقطون الصور ويتجولون في المطار وهنالك أسواق حرة ويتبضعون، بينما المطارات في العراق هي مطارات متراجعة، مطارات أصبحت نوافذ لأغراض سياسية منها وحتى ميليشياتية. شكرا جزيلا من إسطنبول الصحفي والباحث السياسي دكتور نوري حمدان.